عاد أولمبيا المدية بنقطة ثمينة من أرض مضيفي اتحاد العاصمة بهدف في كل شبكة في مباراة متأخرة عن الجولة 25 من المحترف الأول موبيليس، والتي عرفت وقوف الفريقين دقيقة صمت على روح شهداء تحطم الطائرة العسكرية. الضيوف كانوا سباقين للتهديف عبر بن علي قبل أن يعدل عبد اللوي الكفة للاتحاد. تعادل وضع أبناء الصالة في المركز الرابع رفقة نصرية والثورة ب39 نقطة، بينما تواجد أبناء التطري في الصف 11 مع بلوزداد وتجنان ب27 نقطة. بضد الحجام عاد بالتالي. المدرب ما لقاش الحلول، حتى الكوتشينج تاعو كان منصب بمنصب، يعني خرج رقم 10 دخل رقم 10، خرج مهاجم دخل مهاجم، خرج جناح ايسر دخل جناح ايسر. انت وفا الكوتشينج، يعني الكوتشينج كنت فيه انسير نامر، نخرج وسط ميدان دفاعي وندخل قلب هجوم زين، يعني تعتبر كوتشينج ناجح او غير ناجح. غلقنا المساحات وين لعبنا المقابله بدون اي خطا، وهذا دلاله قاطعه باللي الفريق تاعنا يعرف يلعب المقابلات الكبيره، وهذا زيد ثاني دلاله قاطعه باللي الفريق تاعنا يقول باللي انا المكانه تاعي في القسم الوطني الاول ممتاز. ما يخفلكش باللي امبو هذه كما يقول لك عندها وزن من ذهب، اللي راح تخلينا نطلع لنا المورال باش نلعبوا لي ماتش في صالتنا بكل اريحيه ان شاء الله يا ربي. الحمد لله كما يقول لك امبو هذه، وين اللي جوا كانوا كونسونتري في الماتش هذا، وكنا اليد في اليد، والحمد لله امبو هذا اللي راح يساعدنا في المشوار تاعنا ان شاء الله قدام.